لقطة الهدف اللي كان لسه بيحكي فيها يا جماعة داود، ومش هي يعني ايه اللي فيها الجزء يعني. طيب اسألك على محمد هاني، اللي النقطة اللي اتكلم عنها جمال، ليه محمد هاني سدد النهارده ضربة جزاء؟ وهل محمد هاني كان أفضل اللاعبين اللي ممكن يشوطوا ضربات الجزاء النهارده؟ طيب هل محمد هاني مسدد جيد لضربات الجزاء أو لأ؟ أعتقد إن محدش يعرف غير اللي بيحضر تدريبات النادي الأهلي، لأن محمد هاني على مدار 5 سنوات سدد 3 ضربات جزاء، مش ضربات جزاء كمان اللي هو بنسميها الشوت اوت اللي هي ضربات الترجيح، انه ما سددش ضربات جزاء لكن كان بيشوط ضربات ترجيح في بعض اللقاءات بالنسبه للنادي الاهلي. خلينا نشوف في بطوله الدوري، بطوله الكاس ودوري ابطال افريقيا، ضربات الجزاء او ضربات الترجيح اللي شاطها محمد هاني تظهر لنا في الصوره، هتظهر لنا في الصوره اللي امامنا دي، شاط ضربتين ترجيح فقط اللي هيظهروا قدامنا، بالاضافه الى ضربه ترجيح كانت في كاس العالم للانديه اللي بالنقطة الحمراء سجلها في مباراة المقاولين في الكاس الأخيرة، اللي بالنقطة السمراء ضيعها قدام الزمالك في السوبر لو نفتكر السوبر اللي كان في شهر فبراير اللي الزمالك كان بيلعبه بعد السوبر الإفريقي. فالراجل في 5 سنين شاط 3 سجل 2 وضيع 1، لكن الأهم بالنسبة لي لو الثلاثة تسجلوا أو الثلاثة ضاعوا، الثلاثة متشاطين فين؟ الثلاثة في نص الجول. فاحنا هنا بنتكلم ان اللاعب التكنيك بتاعه مش مميز، يعني احنا ما شفناش اللاعب بيحط الكره ارضيه جنب العارضه، بيحطها الكرتين في متناول الحارس. يعني الحارس بمجرد ان هو يروح في الزاويه اللي بيشوط فيها محمد هاني بيقدر ان هو يتصدى لها بمنتهى الاريحيه. فاعتقد ان قرار غريب جدا بالنسبه لي ان محمد هاني هو اللي ياخد المبادره ويسدد ضربه الجزاء بالنسبه للنادي الاهلي. طيب.